بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم رمام كريم، صاحب صفحة طبيب سيارات كريم. اليوم رانا هنا في لافورماسيون هذه، حنا تما رانا كيعرضونا الدعوة هذه، ماذا بينا شغل نعرفوا بالشي اللي جينا على جالو، الشي اللي جينا عليه شغل حاجة تشرف لي جون تاوعنا، باسكو بكري كيما نقولوا كي تحب دير ان ستاج ما تصيبش ميم با وين دير ستاج مثلا. دوكا مع الشركة تاع رونو مع التكوين المهني شغل داروا اتفاقية باش تولي تحب دير ان ستاج مع رونو، وهذا الشيء راح يقلل ثاني بزاف الاضرار اللي هما باغ اكزومبل. دوكا واحد يولي يعرف شغل كي يكون ان ستاجير في ستاج يكون دار ستاج ديجا، ينقصوا مام نسبه الحوادث في حوادث المرور تنقص. علاش تنقص؟ شغل يولوا ناس ذو كفاءه، يولوا ناس دايرين ان ستاج على الشيء اللي راهم يهضروا فيه، يعرفوا لا كاليتي، يعرفوا قال باغ اكزومبل لا كاليتي تاع الديسك دو فران، كاليتي دومبرياج، كاليتي تاع المورتيسور مثلا. تسمى يولي مام كي مونتي لك يمونتيلك في الورشه ولا ماشي راح يقلل من النسبه تاع لي زاكسيدون. كاين ناس ما تعرفش ميم با لو بنو تاعو كيفاش يكون ميت وكيفاش يكون مليح، كاين ناس كي تقول له الديسك دو فران ما يعرفوش وين جاي باغ اكزومبل. اي با صافي، حنا الناس كيكونوا ذو كفاءه ويخرجوا هنا بديبلوم مليح نحتاجوهم، باسكو بكري ما كانوش هذو الحوايج. سي بور سا كانوا لي ديغا، وكانوا ناس بالك يخدم طوموبيلته اليوم يطيحهم بان غدوه، باسكو ما كاش دايرين دي فورماسيون. يعني الحمد لله اليوم مع الشركه تاع رونو والتكوين المهني، يعني الحمد لله داروا هذا الشيء، وهذا الشيء زياده فينا. مام لي جون تاعنا يولوا اللي كانوا بكري ما كاش وين ما يعرفش وين يدير ستاج، دوكا ان ستاج باش تروح تقسي منا دي فوا ما تعرفش تتلف لك تولي تحبس كامل. يعني ما حاجه تشرف الشيء هذا اللي هم داروه، وان شاء الله لي جون كامل يتعلموا، اللي ما نجحش في الدراسه يكمل ستاج تاعو، وفائده لينا لبلادنا. وتحياتنا لكم خاوتنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.